السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم عصفور فيديو جديد. اليوم فيديو طارئ الأصدقاء. كما كتعرفوا الإخوان، خيسوسة عندها ثلاثة ديال الفراخ صغيرة في العش، عندها ثلاثة ديال الخواسيس. اليوم كنفيق مع الصباح الأصدقاء، كنتفاجئ بواحد المسألة. لقيت واحد الفرخ صغير خرج، لقيته في أرضية القفص، خرج من العش. واش والديه اللي لاحوه من العش؟ واش با اللي لاحو؟ واش مو اللي زفات به؟ لقيتو مسكين جالس في ارضيه ديال القفص. انا غادي نوريه لكم دابا. وجوج ديال الخواسيس اخرين باقيين قاعدين في العش. مساله خطيره الاصدقاء، يعني خفت انا الوالدين ديالو، خفت للوالدين ديالو يبغيو يعاودوا يوجدوا العش جديد، او كيبغيو يعاودوا يتزوجوا. ممكن انهم يقتلوا الفراخ، ممكن انهم يلوحوهم من العش، ممكن انهم ينتفوهم. بروبليم، والله الا بروبليم الاخوان. وحق الله انا غادي نوريكم دابا كيفاش لقيتو. لقيتو مسكين خالد، لقيت تبارك الله تبارك الله. سمعتوا الاخوان؟ هذا هو الهيبي المطربش، خدام اللهم بارك. كيزغرت اللهم بارك. اذا الاخوان قلنا لكم المشكل اللي شفت لي طرا لي هذا الصباح، هو واحد الخسخوس الصغير. هاد الهيبي هذا تبارك الله كي حار. قلت لكم الاصدقاء الهيبي، قلت لكم الاصدقاء واحد الخسخوس. اجي نوريكم الخسخوس الصغير اللي لقيت في العش، خارج من العش ديالو. هانتوما الاصدقاء، هانتوما. جيت الصباح لقيت خيسوس واقف هنايا، ها هو. ولقيت في الارضيه ديال القفص واحد الخسخوس صغير، راه هو مسكين جالس. ها هو الاخوان، لقيت هذا الخسخوس. هذا الاصدقاء لقيته اليوم، والديه لاحوه من العش، خرجوه صحا. ما عرفتش علاش خرجوه، يمكن باغين يعاودوا يتزوجوا، يمكن طاح بوحدو ما عرفتش. وعلاش بوحدو؟ خرجوه بوحدو والاخوان ديالو باقيين كاينين في العش. ها انتم الاصدقاء، ها انتم الاخوان. ها هي خيسوسه وهو مع جوج ديال الخواسيس وحدان اخرين. وانا خفت لا تقتلهم صراحة، خفت تقتلهم، لان تيبان ليا كي بحال باغي توجد العش جديد. وهذا بروبليم الاصدقاء، بروبليم، والله الا بروبليم. لكن نجبدوه نشوفوه بعدا واش في صحة جيدة ولا ضربوه. ها هو الاخوان. الله 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 الله. لا ما فيه حتى شي ضربة، عادي الاخوان، ما فيه حتى شي ضربه. ولكن علاش لاحوه من العش؟ الله اعلم. اذا الاخوان، هو الخسخوس اللي لاحوه مسكين، ما عرفتش علاش لاحوه. يمكن وقيلا صافي بغاو يوجدوا شي عش جديد، بغاو يعاودوا يتزوجوا. كنفحصوا الخسخوس ياك ما فيه شي ضربه ولا شي حاجه. الحمد لله ما فيه حتى شي ضربه، ما نتفاتوا ما والو. هو سليم، باقي مباقي الرويس ديالو ما مضروبش، ما فيه حتى شي ضربه. ولكن علاش لاحو؟ علاش لاحو؟ كمسخوت الوالدين، اشنو درتي؟ اش درتي كمسخوت الوالدين حتى زفو بك؟ جراو عليك من الدار. اذا الاخوان، ما عرفتش شنو ندير دابا. واش غادي نعزل هذوك الفريخات الصغار ونوضعهم في شي بلاصه بوحدهم ونحاول انني نطعمهم نوكلهم؟ والله ما عرفت حق الله. خفت لي يموتوا ليا دابا. المشكله هو خفت لي يموتوا بالبرد، هذا هو البروبليم. اما راه نعزلهم، انا خفتهم الا يموتوا. الحمد لله ما مضروبش. ولكن لقيتو خالد. انا غادي نحاول انني نرجعو العش ديالو ونشوف. ها هما الاخوان ديالو الاخرين، ها هما الخساخيس الاخرين باقيين الحمد لله. علاش هادو ما لاحوهمش وهذاك لاحوه؟ هو هذا هو الكبير، هو كيعض. هذا هو الكبير، ما مضروبش حتى هو، ما والو، ما فيه حتى شي ضربه، يعني الوالدين ديالو ما ضربوش. هذا المتوسط، هذا الصغير الاخوان، هذا الصغير حتى هو بخير. أح كيعض الكبير هذا. ايا
اذا هذا اخوان ما عرفتش واش هذا واقيلا كيبحال لا منتوف. لا اذا الاخوان الفراخ ما مضروبين ما والو، ما مضروبين ما حتى حاجه. علاش هي خرجت هذا لحتو وهذوك خلاتهم؟ اذا باش ناخذ الاحتياطات ديالي الاصدقاء كيخصني انني نعزلهم، ما خصنيش نخليهم. هذا الاخوان هو باقي سليم. الصراحه الاخوان ما عرفتش شنو ندير في هذه المشكله هذه دابا، واش نخلي ليها الفراخ ديالها في العش حتى يزيدوا شويه ويتفطموا، ولا نحيدهم هما في هذا العمر هذا. دابا هذاك لقيتو لايحاه غدا ولا بعد غدا لقاها قاتله ليا شي واحد، وهذا مشكل كيقع، هذا مشكل كيكون عند البيروش خصوصا الاصدقاء. كتكون بعض الاناث شرسه، كتقدر انها كاع تقتل ولادها باش تجهز العش الجديد، ممكن انها تضحي بولادها باش تعاود تزوج. مشكل اي سبحان الله. الاصدقاء هذا هو الابن الكبير ديال خيسوس، فوتوكوبي ديال با، نفس اللون اخضر، الاخضر النورمال الاصلي، نفس اللون، نفس كل شيء، نفس التخنزيره ديال با. شوف سبحان الله العظيم، شفت وكيعض هايا. والله العظيم انا خفت على هاد الفريخات هادو، دابا ممكن ان والديهم يجراو عليهم ولا ينتفوهم ولا شي حاجه ما عرفتش علاش. اذا كان شي واحد منكم الاصدقاء وقع عليه نفس المشكل يقول لي شنو دار. نورمالمون كيبان الا كان منتوف، ما منتوف ما مضروب ما حتى حاجه، يعني هما بخير، ولكن علاش هذاك خرج؟ هذا هو السؤال المطروح. دابا انا غادي نرجع لها ولادها ونعطيها واحد 24 ساعه، الا شفت بان عاود ترى نفس المشكل ولاحت شي وليد غادي نحاول انني نعزلهم ونوكلهم بيديه. هادشي اللي كاين، ما عندنا ما ندير، ومن هنا تيكونوا مدرسين ومروضين. بالنسبه للاخوان اللي كيسالوا على العمر المناسب للدريساج او لترويض الطيور البادجي، فكننصحك يكون بحال هذا العمر هذا 25 يوم تقريبا ولا جوج الاسابيع، يكون فيه الريش، يكون النار بدا ينوض الريش في راسو وفي جنيه وحاس ديالو. هكا ممكن انك تقوم بالتاكيل ديالو يدويا الى ما عندكش الوالدين ديالو. الى مشيتي شريتيه من عند شي اخ وجبتيه عندك للدار، كيخصك توفر ليه الدفء باش ما يموتش، وتعطيه الماكله على راس كل 4 السوايع تقريبا 5 السوايع تعطيه الماكله. هذا الشيء اللي كاين الاصدقاء، وتحاول انك تلعب معاه، تحاول تعطيه واحد نص ساعه ديال الوقت من وقتك في النهار، نص ساعه كافيه انك تلعب معاه، تدوي معاه، يسمع الصوت ديالك، اشكي عليه ويشكي عليك، خوي عليه قلبك، المهم بقى كتكلم معاه، حتى داركم الا سمعوك كتكلم مع فريخ غادي يقول هذا صافي تسطى، هذا هرب ليه الفريخ. وهكا غادي تخلق بيناتكم واحد العلاقه، وغادي يكون الطائر مدريسي ومروض. هذا الشيء اللي كاين. اما اذا كانت عندك شي زويجه وفرخات لك وخرجوا لك وليدات، ممكن انك تهز الطائر في يديك هكا يوميا واحد الاسبوع، في هذا واحد زعما يوميا واحد نصف ساعه في اليوم وهو في هذا لاج هذا، وتلعب معاه فهمتيني، وفاش تسالي ترجعوا للعش باش الوالدين ديالو يقوموا بالتاكيل ديالو. هادشي الا ما كنتيش باغي توكلو نتايا بيديك. هادشي اللي كان الاصدقاء. اذا الاخوان كان هذا فيديو قصير خفيف ظريف. كنتمنى الخيسوسه ما تقتلش ولادها، حيت بان لي اليوم هذا البلان هذا خربقني هذا الديكور هذا، ما كنتش متوقع بانها غادي تلوح واحد الوليد من العش. هادشي اللي كان الاصدقاء، شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف. ما تنساوش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه، تنحب بك على العصفور، بارطاجي الفيديو مع اصحابك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.